قاعي هي أغلى ما عندي، وهسه صار أكو تطبيق يساعدني أطورها وأحميها. بتطبيق الرافدين للإرشاد الزراعي تقدر تلقى توصيات وتعليمات زراعية على مختلف المحاصيل، إن كانت حمضيات، تمور، حنطة وطماطة. ومو بس هيك حجة أبو محمد، هالتطبيق حيخلي العلوة تصير بين يديك وتعرف كل أسعار المخضر، وبعد ما تشيل هم حيواناتك، لأن أكو توصيات على كل مشكلة تواجههم. وإذا ما لقيت مشكلة حيوانك وزرعك تقدر تسأل المختصين عن طريق منتدى المزارعين اللي يربط كل مزارعين العراق مع مختصين داخل التطبيق. يعني حتى اللي عندهم أسماك ودواجن؟ لا تشيل هم فليح، المختصين اهتموا بالأسماك والدواجن وبكل الفئات. يعني أقدر ألقى جواب لأي شيء يخطر ببالي؟ أكيد، أنت بس اسأل والباقي سهلة. حتى تنزل تطبيق الرافدين للإرشاد الزراعي، كل اللي عليك تسويه أنه تدخل متجر سوق بلاي وتكتب الرافدين للإرشاد الزراعي وتضغط تنزيل. رح تلقاه متوفر بثلاث لغات، عربي وكردي وإنجليزي. هاي القاع قاعك وقاع أهلك، ومن مسؤوليتك تحميها وتحافظ عليها.